عبد الحميد عن المشاهد الجميلة في ملعب المباراة، عن الحضور الجماهيري، عندنا مقطع فيديو هو من سيعبر عن هذه الحالات الجمالية في المباراة، دخلات الجماهير، الشعارات التي أطلقت، الحضور والتفاعل، كانوا على العهد والموعد جماهير القوة الجوية وجماهير الزوراء في هذه المباراة، وهذه المشاهد الجميلة من أرض الملعب، الأعلام التي رفعت، الهتافات التي أطلقت، نوعية التشجيع التي حدثت، كل شيء جميل في هذه المباراة، التنظيم. شكرا لقوات أمن الملاعب، للقوات الأمنية التي أسندت هذه المهمة، لكل المشرفين، الطواقم التي عملت على إنجاح هذه المباراة. ويبقى العتب قائما على أسعار تذاكر دخول الملعب، 10,000 دينار، كثيرة على الجماهير، كثيرة على أصحاب الدخل المحدود، كثيرة على شبابنا الذين يعملون بساعات الصباح للحصول على هذه 10,000، مع الكراوي، مع الأكل، تعبر 25,000. هواية يا أخوان، يا منظمين، يا رئيس اتحاد كرة القدم، أنت على تواصل مباشر مع رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الشباب والرياضة، ولديك صوت مؤثر في بعض الحالات التي ترغب بها، لابد من الحديث عن هذا الموضوع. شفنا البارحة مباراة الطلبة والشرطة والملعب فاضي أو لم يمتلئ بسبب أسعار التذاكر، شفنا لقاءات الجماهير بداية الحلقة حول هذا الموضوع، وقلنا أن الملاعب لم توفر فيها أشياء تستحق أن تدفع من خلالها 10,000 دينار، وإذا وفرتم داخل الملاعب كافتريات، مطاعم، صحيات، أماكن جلوس، اطلبوا قد ما تريدون. يا كابتن سعد، التعليق لك، المشاهد نعم جميلة، بس الغصة بالقلب، إحنا ناسنا بسطاء. شوف أولاً تحياتي لحضرتك، أنا المسؤول، أنا حسب ما يعني ما أعرف بالموضوع، بس هو المسؤول عليه يمكن إدارات الأندية. نعم. أولاً أنتم إدارات ريعية، أنتم إدارات مؤسسات، أنتم ما تملكون المال، المال مو مالكم، الأندية ملك الجمهور، بدون الجمهور أنتم لا شيء صراحة. يعني أنت من جاي صعد التذاكر على جمهورك، جمهورنا اللي الشباب ما شاء الله، إحنا أغلبية العراقيين هم من الشباب، اللي شباب يعني متوسطين العمر، يعني اللي ممكن اللي ما ما يعمل، اللي ممكن يعمل عمل بسيط، يعني انت تريد تاخذ قوته من حلقه، هاي مو صحيح. يعني اتمنى انت رساله الى رئيس الوزراء مثل ما جاي تدعم وجاي